أنا كنظن بأن الشعب المغربي عنده واحد خصائص من الناحية النفسية، وكل واحد فاش بينا ليه. عمرني غادي نظن بين مربع خلات تلوح ثلاثة دك الكبد ديالها وتلوحوا للزنخاسي سي با نورمال. ما عرفت بتاتر كو سي بسيشيك، يمكن عندها ماشي ظروف ماشي هي هذيك، يمكن مالاد ما نعرف مالادي مونطال ولا يمكن سي بسيشيك جو بونس. إنه ماشي نورمال المرأة غادي تجي وتحط لوح وليداتها، سي با نورمال. المغاربة متزنين نفسيا ولكن ماشي كلشي 100% متزنين، لأنه على حسب الضغوطات اللي كيتعرضوا لها المغاربة، على حسب الضغوطات النفسية اللي كتعلق مثلا الشوماج، على حسب الضغوطات النفسية اللي كتعلق مثلا غلاء المعيشة، على حسب كاين مثلا الحالات النفسية اللي هما عندهم مشاكل ديال الزواج. لا بيرفورمانس بنادم في العمل ديالو كتلقى عنده خصائص، كاينين دي جون اللي عندهم دي كاباسيتي ما قادرينش يبينوها في العمل ديالهم. علاش؟ لان ما عندهمش يعني بحال الثقه في النفس، شخصيتهم ما كتقومش لهم باش انهم يقدروا يبينوا الامكانيات اللي عندهم في الخدمه ديالهم. بنادم ما بقاش كيتهلا حتى في راسه، ولا كيتعاطى المخدرات بزاف، كيطيح راسه في واحد النقطه اللي يمشي يلتجا للطبيب اللي قادر يقول ليه هو الثمن اللي بغى. والمشكل اللي كاين كيطيحوا شي اطباء، كيطيحوا مع شي ناس اللي قدر هما ما واعيش فكريا، يبقى يقول ليه شي حوايج اللي هو ما عارفهمش، وقدر يغلي عليه في الثمن. هذاك الشيء علاش كيتلاحوا المخدر الشيره اللي هو الحشيش، اللي بنادم ولا كيتكالما. كاين الناس اللي ما فاهمينش ان تيسحبهم الطب النفسي بحال لا ويلي وصافي ما مريضاش، هادي ما بالعكس. هذاك الشيء الاضطرابات النفسيه كتقضي على الانسان اكثر من الفيزيك. الفيزيك كتاخذي الزعتر تولي شويه لاباس، مي الا كان الواحد معصب ولا مقوس ولا مقلق راه واخا ما عرفتيش شنو يشوف كلون قدامه كيشطح ما يضحكش. مي كنقولوا كضر الفرد، هذا الفرد غادي يكون اسره، الا قدر يكون اسره. مي كيكون اسره هذاك الشيء كيتبلور في الوليدات، والوليدات كيمشيو وهكذا. لو بسيشيك عندنا مهمول نهائيا، ما عندناش لو بسيشيك. واحد كتحس بواحد شي واحد عندك في العائله ماشي تيدير شي تصرف ماشي هو هذاك، مي كتقولوا غتمشي تشوف ان بسيكولوج ولا ان بسيكاتر يقول لك انا ماشي حمق، انا ماشي مسطي مالوغوزمون. الوغ كو دابا لو بسيشيك كيداوى فاسيلمون، كاينين دي ميدسان دابا لي بسيكولوج لي بسيكاتر، الواحد كيمشي كيقاد دماغو. هذا ما حنا ما عندناش هذا الشيء حتى في لا فامي، ما عندناش هذه الثقافه مالوغوزمون. وي بالنسبه لنا حنايا باقي ما وصلناش ذاك الوعي اللي غادي يوصل فيه الانسان باش انه يفرق ما بين الاكتئاب وما بين الاستخاص وما بين المشاكل اليوميه. علاش؟ لانه حنايا بالنسبه لنا حنايا كمغاربه ما كنعطيوش سميتو برامج توعيه في هذا المجال هذا. كندوي على الوضعيه ديال المغرب بصفه عامه، حيت كون ما كانش الاهمال ما كانش يكون الاكتئاب، وما كانش غادي يكون الاجرام، ما يكونش تقرقعوبي بزاف د الحوايج اختي اللي كيخليو ان هذوك الريوس الكبار يديروا ما بغاو.